اهلا بيكم في احلام اكاديمي، معاكم لاتينو. الجزء الثالث من مكساج الاغنيه الكامله. رجعنا بعد ما عملنا الجين ستيجنج. في حلقه النهارده هنتكلم على الريفرنس، وهنتكلم على الراف ميكس ازاي بيتعمل، وهنتكلم على الاس بي ال ميتر والليفل بتاع الميكسينج باستخدام الاستوديو مونيتور الكبير. طيب تعالوا كده نسمع جزء من الاغنيه بتاعتنا بعد ما عملنا الجين ستيجنج. واثناء ما احنا بنسمع هندي كولر للدرمز يبقى لون، او البيت يبقى لون، والمزيكا تبقى لون، والمغني الاساسي يبقى لون، والميوزك كمان، والباك جراوند فوكال عندنا تبقى لون تاني. اوكي، هعمل حاجة تانية عشان خاطر انا احاول ما استخدمش الميكسر كتير، او لو استخدمناه تبقى حالات قليلة. هاجي دلوقتي على مثلا الباس بتاع الميوزيك، هدوس هنا واعمل edit volume automation عشان يظهر عندنا هنا برضو الباس بتاع المزيكا، وكمان الباس بتاع البيت برضو نفس السكة. ونروح على الميكسر تاني، الليد فوكال برضو هنعمل فيه نفس الموضوع. كنا نسينا نعمل ميوزيك سولو سيف، والباك جراوند فوكال هنعمل فيه نفس الموضوع، وكمان الماستر عشان الحاجات ديت ممكن يبقى الجزء اللي فيه الصورة مغطي عليها في استخدام الميكسر، فكده بقى ظاهر عندنا كل البصات الأساسية اللي احنا استخدمناها. لو دلوقتي بقى هنيجي نتكلم على اللي بيحصل في الراف ميكس. الراف ميكس هو عبارة عن ان انت بتبني صورة تخيلية من الأغنية بتاعتك عن طريق استخدام حاجتين فقط، هما الفيدر والبان. في حاجات طبعا معمول لها بان، اوكي، يعني واحنا شغالين هنشوف هسيب البان اللي كان موجود دوت ولا اغيره. بس الطريقة اللي انا هستخدمها دلوقتي هي الطريقة الكلاسيك عادي جدا، ان انا هعتبر الاغنية بيت، هنزل الفيدرز كلها تحت وهبدأ ابدي الاغنية تاني. وكمان في البانينج هستخدم حاجة اسمها LCR. دوت تكنيك قديم فيه كتير من الميكسرز بيستخدموه، ان انت لو هتعمل بان على حاجة هتبقى 100% يمين او 100% شمال، ولو مش هتعمل بان على حاجة هتبقى في النص centered. بس دلوقتي في حاجة هستخدمها لكن هي ملهاش اي علاقة بالصوت، يعني مش هتأثر على اي حاجة في الصوت، لان انا عندي console one fader وهحتاج استخدمه في العملية ديت، وهستخدمه كمان في عملية الاوتوميشن. كنت انا نسيت الفيو ميتر موجود، اول حاجة هقوم شايله ريموف، واعلم على كل حاجة عندنا كل التراكات اللي موجودة كده، ونختار من سوفت تيوب عندنا نختار كونسول 1. في هنا حاجة بقى احب اتكلم عليها، لما بتيجي تفتح بلاجن بيبقى فيه البلاجن موجود في اس تي، وموجود حاجة تانية زي علامات كده اللي هي 3 ديت معناها في اس تي 3. الفرق بين الـ VST والـ VST3، وديت حاجة كمان ميزة في الـ VST3 تخلي استوديو 1 يبقى مرجح بالنسبة لناس كتير، ان دلوقتي لو انت اخترت VST دلوقتي البلاجن هيبدأ يتعامل ازاي، ان مثلا الجزء دوت فيه من هنا لهنا فراغ، هو هيبقى شغال على اساس ان هو كده شايف انفورميشن، وعلى اساس ان هنا كده في صوت. لكن لما بتختار VST بيحصل غير كده. اللي بيحصل ايه؟ في هنا انفورميشن او في هنا سيجنال من الجزء دوت للجزء ده، البلاجن يشتغل وياخد من السي بي يو بتاعك، لكن مفيش يبقى ما يشتغلش. طيب هتقولي طب والفراغات دي هتمسحها ولا مش هتمسحها؟ ديت هترجع لحاجه تاني، هل انت الحاجات ديت على الهارد عامله عندك مساحه ومحتاج فعلا تمسحها ولا لا، سواء كنت هتستخدم ستريب سايلنس او هتمسحهم مانوال بيدك، انك تعلم على الحاجات اللي انت مش عايزها وتمسحها، بحيث ان انت تعلم على كل جزء انت عايزه تبقى شايف بس الويف فورم اللي فيها انفورميشن موجوده عندك ولا لا. دلوقتي الكونسول 1 اتفتح عندنا،
واحنا عاملين سولو على كل التراكات، هنشيل السولو دوت وهنعمل ايه عشان انا عامل هايلايت عليهم كلهم. لو جيت نزلت كده ما استخدمتش الماوس، استخدمت كونسول وان فيدر، كل دوت هيترفع معايا. بس انا كمان برضو هحب افتحه على الماستر عندنا وعلى اي باص لو هو ما تحطش عليهم البي جي فيز، ما تحطش عليها كونسول وان عشان احنا ما كناش مختارينها. طار كونسول وان نحطها برضو، وكمان على الماستر هنفتحه مرة كمان كونسول وان. اوكي، هو كونسول 1 انتجريتد مع استوديو 1 زي ما احنا حركنا. لما حركت اي فيدر دلوقتي من عندي، كل الفيدرات اللي كان متعلم عليها اتحرك معايا حتى لو احنا مش عاملين جروب. فدلوقتي هنعمل ايه؟ هنخلي الباسز بتاعتنا كلها تبقى زيرو، اي باس يبقى موجود عندنا زيرو كده، ونيجي على كل الاوديو تراكس اللي موجود عندنا زي كده، نقوم منزلهم تحت كل دول، نعلم عليهم وننزلهم تحت تاني. دول مش عايزين ده معانا، ننزل دول تحت وننزل دول تحت تاني كده. ايه اللي حصل؟ احنا بقينا توتال سايلنس، يعني انا لو دوست بلاي مش هيطلع اي صوت من السيشن الا لو انا نسيت اي تراك ما عملتش عليه الموضوع دوت. اوكي، بالفعل كده مفيش اي صوت طالع من السيشن. هنبدأ نشتغل. قبل بقى ما احب ابدأ اشتغل، اتكلم على حاجة مهمة جدا هنتكلم عليها دلوقتي وهنتكلم عليها بعد الراف ميكس ما يحصل. انا مثلا دلوقتي بستخدم دينجرس دي بوكس سيلفر اللي هو القديم. لما باجي اعمل الراف ميكس انا مش مستخدم الانالوج سامينج، مستخدم الطريقة العادية جدا عشان اي حد حابب يطبق نفس الافكار يطبقها عندنا. دلوقتي بخلي الفوليوم بتاعي على النص. لما بيكون في نوب، يعني بكره بنتعامل معاها في الصوت، احنا بنتعامل مع المؤشر دوت على اساس ان هو ساعه. فالنص ديت بنقول عليها 12 كلوك، يعني الساعه 12. انا ببدا الرف ميكس بتاعي من هنا واظبط حاجتي. بعد ما بخلص الرف ميكس بتاعي باجي اعمل ايه؟ بستخدم الاس بي ال ميتر عشان خاطر اشوف الليفل اللي انا هماكسج عليه. تعالوا بس دلوقتي نخلص الرف ميكس واقول هدفي ايه بعد ما خلصه، وانا بفكر فيه وانا بعمل الرف ميكس كمان، وبعدها نرجع نتكلم على الاس بي ال ميتر ونتكلم على الريفرنس بتاعنا. نبدا من سيكشن زي دوت يكون فيه الات كتير موجوده، نعمل لوب كده، نكتب المايك ونبدا نشتغل. الفتره ديت هتبقى كلها فتره سماعي، الحاجات اللي انا سامعها بودني او الخيال اللي متحضر في دماغي عايز اخلي شكل الاغنيه يبقى زيه، وهبدا احرك الفيدرز عشان نسمع الاغنيه بشكل مريح عن اللخبطه اللي كانت حاصله قبل كده. حابب اتكلم على حاجه هنا دلوقتي وانا بعمل الباند بتاع الاوبن هات. احنا اتكلمنا ان احنا قلنا هنشتغل بالطريقه القديمه اللي هي ال سي ار، هي مش قديمه برضو، هو ستيل في ميكسرز كتير جدا بيستخدموها لغايه دلوقتي، ان هو في الباننج ما بيحطش حاجه ان بتوين. بس لما بيكون عندك درامز، لو الدرامز دوت حقيقي انت بتحاول تدور على تراك اسمه اوفر هيد. ليه؟ اما بتشوف تراك الاوفر هيد دوت بتسمع منه التو مايكس اللي موجودين فوق الدرامز، تشوف السيت اب بتاعهم كان عامل ازاي، الهاي هات موجوده ناحيه اليمين ولا موجوده ناحيه الشمال، وتكرر كمان هل انت عايز تكمل على نفس المسيره ولا لا، عشان ما يبقاش الاوفر هيد فيها الهاي هات موجوده ناحيه اليمين وانت تحطها ناحيه الشمال.
اوكي، لا ساعتها هتحطها ناحيه اليمين او هتعكس وتغير الصوت زي ما انت عايز عشان تسمع الصوت من غير ما يكون في مشاكل فيز. نرجع نكمل تاني بما ان احنا ما عندناش تراك اوفر هيد. اوكي نوت صغيره هنا الليفلز عشان الناس اللي مش واخده بالها ايه اللي بيحصل، وهنا البان في حاجه انا شايفها شويه غريبه بس ممكن ده نعتبرها عشان ده اوفر دب، ولكن هي حاجه مش بتحصل في الحقيقه ان ما يبقاش في كلوز هات وفي اوبن هات، تمام، او فيها او في تو هاي هاتس بيلعبوا، ايه الهدف منهم او ازاي هتعملوا في الحقيقه مش عارف. اوكي فدي ميستيك بتحصل ان احنا المفروض لما نشغل الهاي هاتس لو واحده هتشتغل الثانيه تسكت، لان ده اللي هيحصل في الحقيقه، ده اللي الدرامير هيعرف يعمله في الحقيقه، مش هيبقى عندنا تو هاي هات شغالين مع بعض. نرجع تاني نكمل. لما جيت اعمل بانينج للتشيكر عملتها عكس الهاي هات، لو الهاي هات موجوده هنا حطينا التشيكر الناحيه الثانيه عشان ما يبقاش في تو ماتش هاي اند انفورميشن موجوده في ناحيه والناحيه الثانيه هتبقى ضله او هتبقى غامقه. هنا مثلا دي ستيريو تشيكر بتلعب في الناحيتين، فانا هسيبها ستيريو زي ما هي واكرر الريفل بتاعها بس. لما بعمل كده بعلي تراك، بعلي ليه؟ لان انا بحب اتاكد ان الاسم اللي هو مكتوب عليه هو الصوت اللي انا هسمعه وهقدر اسمعه مع المزيكا بوضوح، وبعد كده بحطه في الليفل اللي انا عايزه.
كده باقي لينا الطبلة، فروحت على جزء تكون الطبلة بتلعب فيه وبتلعب مع البيت اللي أنا بنيته أو الأساس اللي أنا بنيته للدرومز. هنا في ثلاثة جيتار، فأنا حابب أفهم إيه الفكرة من ورا إن إحنا عندنا ثلاثة. هل هم فعلا ملعوبين إن يبقى واحد يمين واحد شمال أوكي والتالت يفضل في النص، ولا إيه الموضوع؟ فأنا هحاول أعملهم سولو وأغير البوزيشنز بتاعتهم وأشوف كده إيه اللي هيحصل عندنا. Thank you.
محتار مش قادر افهمهم قوي، فممكن اعمل حل تاني ان انا اخليهم كلهم مونو وابدا ارسم الشكل اللي انا عايزه منهم مونو. من ان انا بدوس هنا بيبقى انت اوريدي شايفه تو شانل، بس ودنك هتسمعه ان هو في ناحية واحدة بس. طبعا انا سمعت الاغنيه قبل ما نشتغل، وفي حاله زي ديت انا احب ان الناي يكون مونو لان هو بيرد على اللي بيغني ومش شايف ان هو يبقى شكله ظريف وهو معمول له بان.
اوكي هنعمل تغيير في الخطة ان احنا هنرجع الناي دوت زي ما كان، لان في الغالب هو محطوط بيرد على سمسمية من السمسميات اللي موجودة في الغالب، الباكينج سمسمية. تعالوا نسمع كده. السطوح والناس لا تدري فرأيت بنت الجيران على السطوح تجري ضميتها ضمة العاشق على صدري كانت لعيبي يا فتى لا ينظرك أني أوه يا للي يا للي يا للي يا أبو العيون السود يا خلي أوه يا للي يا للي يا للي خليك على كيفك تملي يا لا لا لي 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 يا روح يا لا لا لي آه اكتمل لي عين يا لا لا لي يا سيد يا لا لا لي يا روح يا لا لا لي آه اكتمل لي عين يا لا لا لي يا سيد
وطلعتي فوق السطوح والناس لا تدري فرأيت بنت الجيران على السطوح تجري ضميتها ضمت العاشق على صدري قالت لعيبي يا فتى لا ينظروك أني أوه يا للي يا للي يا للي يا أبو العيون السود يا خلي اوكي. طب احنا كده اعتبر قطعنا شوط ظريف. في حاله بقى زي كده مثلا ان دلوقتي التو ليد فوكالز دول بيغنوا مع بعض وبعد كده بيجي واحد منهم يغني لوحده، فالاحسن ان احنا نيجي على التراك اللي هو بيجي يغني لوحده ده نعمل دبل كيت للتراك دوت ونقطع الجزء اللي هو بيبدا يغني فيه لوحده نخليه هنا، لان دوت هيبقى عايز بروسيس مختلف عن كل اللي فات. نوقف هنا كده كنترول الت يس لغايه لما يبدا يغني معاه تاني. مفيش على طول بيغني لوحده. اوكي ليه؟ لان كده دوت هيحتاج معامله مختلفه من حيث الاكيو، من حيث الكومبريشنز، من حيث الليفلز. فهنرجع دلوقتي قبل كده ونسمع لنشوف لما الفوكال دوت هيخش عندنا هنظبط الليفلز بتاعه تاني ازاي. Yeah.
وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري فرأيت بنت الجيران على السطوح تجري ضميتها ضمت العاشق على صدري قالت لعيبي يا فتى لا ينظرك أني أوه يا للي يا للي يا للي يا أبو العيون السود يا خلي أوه يا للي كده احنا نقدر نقول ان احنا عملنا الروف ميكس، ان احنا بقينا سامعين الاغنيه بشكل مفهوم، قادرين نفهم دور الالات، مفيش حاجه عاليه قوي ولا في حاجه واطيه قوي. المرحله اللي بعد كده ان انا فتحت فيو ميتر على الماستر. ليه؟ لان برضو انا ممكن استخدم بلاجن انالوج على الماستر عندنا، فلازم يكون الصوت واصله كجين ستيجنج مظبوط. فلقيت ان احنا لما بنوصل للحتت العاليه اجزاء فيها موست باور من الاغنيه بتاعتنا، بيحصل دلوقتي ان الفيو ميتر بتاعنا بينور احمر، فحطيت قبليه ميكس تول وهوطيه. ممكن برضو تعلم على كل تركات الاوديو بتاعتك وتقوم موطيهم. فهنشوف دلوقتي هنوطي قد ايه لغايه لما يبقى الاوتبوت بتاع الميكس بتاعنا مظبوط على الفيو ميتر عندنا. كده فاين.
طبعا ممكن دلوقتي بعد ما نخلص الميكس نتيجة ان في حاجات فيها سبايكس, في حاجات بتعلى هي اللي بتخلي الفيو ميتر يبقى اوفر الزيرو عندنا, ممكن نرجع نغير الليفل اللي احنا حطيناه في الميكس تول تاني بعد ما نخلص الميكس وبعد ما نسيطر شوية على الديناميكس بتاعتنا. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده اللي انا بعملها؟ انا باجي على الماستر فيدر بتاعي واشوف ريفرنس. ريفرنس انا دلوقتي ده اول بلاجن هستخدمه من بره ستوديو 1. في طريقة انك تستخدم ريفرنس في ستوديو 1 بس ليها راوتينج كده صعب, فخلينا دلوقتي نشوف الحاجة السهلة عندنا. ده بلاجن متريك اي بي, هدوس لود وهتمشى جوه السيشن عندنا ونجيب الريفرنس اللي هما كانوا ادولنا عشان خاطر نسمعهم. اوكي نتأكد انه هو يس هو دوت, نقول اوبن. ايه اللي حصل دلوقتي بعد ما احنا حطينا الريفرنس اللي هما جابوه او الريفرنس اللي هما كانوا بيسمعوا عليه؟ اول حاجة بصيت عليها, بصيت ان احنا كان الـLUFS يعني الليمتر اللي هما حطوه على الاغنية بتاعتهم كان -11, فبيكون هدف عند معظم المهندسين ان هو يرجع للناس الاغنية بعد الميكس على الاقل في نفس الليفل اللي هما كانوا بيسمعوا عليها الراف ميكس الحاجة اللي هما اجتهدوا بيها واللي هما طلعوها, لانهم لو المهندس اداهم ميكس صوته حلو بس اوطى هيحسوا ان هو صوته وحش, وديت حاجة بالطبيعة بتحصل لودننا ان الحاجة اللي بنسمعها اعلى بنحس ان صوتها احسن. بعد ما انا عملت كده هعمل ايه؟ هفتح ليميتر. وفضل بقى ان انت خلاص كده هنبدا نمكسج او هنبدا نحط بلجن. السيشن دلوقتي اسمه نصير ايا لالي, هنعمل منه سيف تاني وهنكتب دلوقتي ايه 1 عشان نقدر نرجع للخطوه ديت قبل كده. بعد كده هكتب 1.1. ليه بقى؟ كل مرة هشتغل او كل مرة هبعت فيها حاجة او اخلص مرحلة معينة هبعتها للكلاينت بنفس الاسم, لان ممكن بعد ما نخلص ميكس يقول لي بص اوكي احنا مثلا 1.4 اللي وصلنا له دوت بعد التعديلات وبعد الكومنتس بقى جميل جدا, بس عايزين الفوكال يبقى صوته زي 1.3. فلو انت مش مسيف كذا مرة من السيشن مش هتعرف ايه اللي انت غيرته او يبقى صعب تفتكر ايه اللي انت عملته, لكن لو مسيف هترجع ل 1.3 تفتحه تشوف الفوكال انت كنت عامل فيه ايه وتحاول تأجيست الصوت في 1.5 يبقى زي 1.3. طيب بعد ما عملت كده هعمل ايه؟ هفتح دلوقتي عندنا الليمتر زي ما احنا قلنا ان احنا هنفضل جوه الحاجة بتاعت ستوديو 1, وخلي الاوتبوت سيلينج عندنا يبقى -1 اوكي, والثريشولد بتاعنا يبقى 0. وهعمل ايه؟ هعلم على الموست باور في الاغنيه بتاعتنا وهبدا اعلي الليمتر ان الراف ميكس بتاعي دلوقتي يوصل الصوت فيه يبقى وصل عندنا حوالي -11 زيهم. طبعا البرنامج بتاع ريفرنس بيكون اخر حاجه في التشين, هشغل وهزق بقى دلوقتي الجين والسيلينج بتوعنا نشوف هنوصل هناك ازاي. اللي انا زقيته مؤقتا دلوقتي مخلينا -12, فهنزق تاني. احنا مثلا كنا 7 نبوش يبقى دوت 8. نرجع نسمع تاني. ممكن ننزل واحد لان هو الاغنية فيها داينامكس عمالة تروح وتيجي, ونيجي من البرنامج بتاعنا في البلاي باك نخلي دولت سينك ان هو يفهم ان الاغنية ديت زي ديت عشان التزامه لما اجي اقلب بيننا وما بينهم نسمع على نفس الليفل ونعمل ماتش نخليهم الاتنين صوتهم زي بعض.
نسيت يا روح اوكي. طيب المفروض دلوقتي ان هم بقوا زي بعض وممكن طول ما احنا شغالين نقعد نغير الماتش بتاعنا بعد ما نغير شويه الديناميك علشان دوت بتفرق معنا في الايريات بتاعتنا. انا كده دلوقتي عملت ايه؟ ظبطت الميكس على الليفل اللي انا همكسج عليه بس من ناحيه ال يو اف اس اللي هو لما انا اجي اخرج الاغنيه وابعتها لهم ما يكونش صوتها اوطى من الميكس اللي هم عاملينه. اوكي ممكن بعد كده ازق دوت واسمع تاني بشكل اعلى بس على الاقل لازم ارجع لهم حاجه في نفس الليفل اللي هم عاملينه. دلوقتي بقى هيجي دور حاجه تانية مهمه جدا الناس كانت بتسال عليها، الاس بي ال ميتر. انا مش عارف دوت هيكون واضح ليكم في الكاميرا ولا لا، بس هو في لايتس. احب برضو اعرفكم البرودكت اللي انا بستخدمه ايه. البرودكت اللي انا بستخدمه من ديجيتال ساوند، اوكي، ايزد انسترومنت. نخلي الباك لايت موجوده، مش عارف دي هبان عندكم ولا لا. احنا لما بنيجي دلوقتي نستخدم الاس بي ال ميتر، كل اوضه المفروض بيبقى ليها ليفل بتطلع فيه الصوت كويس، يعني ما تعملش اكزاجيريت للمشاكل اللي موجوده في الاوضه، والمشاكل اللي تكون موجوده في الاوضه تكون باينه جدا. القياس اللي احنا بنستخدمه بنستخدم سي، لان دوت بيبقى حساس اكتر ناحيه اللو فريكوينسي عشان احنا بنشتغل مزيكا مش بنشتغل على اصوات حقيقيه او اصوات بشريه. اوكي، وبنخلي السرعه بتاعتنا الريسبونس بتاعنا بيكون سلو. بصوا كده دلوقتي، اتمنى ان هو يكون عارف يطلع لكم حاجه واللايتس بتاعتنا موجوده. طول ما انا بتكلم هو بيقرا القرايه بتاعتي، اوكي، بس ده الافريج دوت مش المومنتري، مش في ساعتها، يعني احنا مش فاست ريسبونس. خليه ينور تاني كده اهوت. بعد ما بعمل بقى الرف ميكس بتاعي وبرفعه للليفلز اللي انا عايزه بحط دوت قدامي علشان خاطر اسمع على الليفل اللي انا متعود عليه. طبعا انك تثبت ليفل في الميكس انت متعود عليه، مستوى صوت بتسمع عليه، ديت اهم حاجه في الدنيا. انك ما ينفعش مره تيجي تبدا الميكس بتاعك يكون العلامه بتاعت الفوليوم مثلا هنا، احنا قلنا بنتكلم عليه زي الساعه تبقى 9، ومره تانية يكون بتعمل ميكس العلامه بتاعتك تكون 12 كده. الامبليتيود والباور اللي بيوصل للسماعه والدرايف اللي بيحصل دلوقتي من الكونفرتر بتاعك، السيركتس بتاعته، كل مره انت كده بتمكسج على شكل مختلف وبيبقاش عندك ثبات في ودنك. ودنك كده ما فيهاش كالبريت. يعني ايه ما فيهاش كالبريت؟ ان انت دلوقتي مش قادر تفهم الاوضه بتاعتك تثبت فيها ليفل تشتغل عليه. فانا بعد ما بعمل الرف ميكس وبحط الليمتر بتاعي بوصل الاغنيه للليفل اللي انا عايزه، ببدا بقى اشوف الفيو ميتر اشغل اعلى حته في الاغنيه، سوري، ببدا بقى اشوف الاس بي ال ميتر اشغل اعلى حته في الاغنيه وانا حاطه قدامي، واشوف الليفل اللي انا متعود عليه المظبوط على اوضتي. بالعلم والورقه والقلم ان انت ودنك بتسمع اللو قد الميد قد الهاي لما تسمع على ليفل بين 80 وبين 85 ديسبل على الطريقه اللي احنا قلنا عليها، السي والسلو ريسبونس. طيب بس دوت شويه بيكون عالي بيخليك ممكن تصدع بسرعه او بيحتاج روم تكون واسعه. فانا الروم بتاعتي المساحه بتاعتها مش واسعه ان هي تخليني اقدر اسمع على الليفل دوت، وانا ودني بتتعب بسرعه من الليفل دوت. فالليفل اللي انا بمكسج عليه بمكسج بين 70 وبين 75، بسمع على 80 و 85 لما احب اعمل تشيك على اللو اند او على الهاي اند. طيب ليه بعد بقى ما عملت ميكس دلوقتي حطيت ليميتر؟ لان بعد ما بتحط الليميتر بتاعك وبترفع الاغنيه لللاودنس اللي انت عايزه على الاقل لو كان مؤقتا، بيبدا صوت الميكس بتاعك يتغير، بتسمع الحاجات بشكل مختلف نتيجه ان هي بدات تتعامل مع الليميتر. يوجوالي لو انت شغال في مزيكا من النوع دوت بتكون مثلا السنير هي اللي بتخبط الليميتر بتاعك فبتخلي بقيه الميكس يتعمل له كومبريس. دوت بقى بيخليك كمان تسمع الميكس بتاعك بشكل مختلف من ناحيه البالانس. فبعد ما بحط الميتر بتاعي وبرفع الميكس اللاودنس اللي انا عايزه مؤقتا، باخد راوند في الميكس تاني اشوف ايه الحاجات اللي محتاجه اغيرها في البالانس.
وطلعتي فوق السطوح والناس لا تدري فرأيت بنت الجيران على السطوح تجري ضميتها ضمت العاشق على صدري قالت لعيبي يا فتى لا ينظروك أني أوه يا للي يا للي يا للي يا أبو العيون السود يا خلي أوه يا للي اخر حاجه كمان بعملها ان انا بقعد اقلب بين الليفلز بتاعتي وبتاعتهم علشان اتاكد ان انا ما خدتش الاغنيه في شكل بعيد عن اللي هم عايزينه او اللي ودنهم اتعودت عليه انليس ان انا اكون سامع حاجه وحشه قوي، بس لا انا سامع حاجه كويسه. هدفي ان انا اديهم نفس الحاجه الكويسه بس بولشت، يعني صوتها انقى، صوتها احسن، التفاصيل باينه، او مور باور، مور دانسي، مور بانشي، على حسب المفروض يحصل في نوع المزيكا دوت. فاخر حاجه هعملها وهقفل عليها الفيديو ان انا هشغل الاغنيه وهقعد اقلب ما بيني وما بينهم. لما بدوس بلو يبقى انت بتسمع الراف ميكس اللي انا عملته، لما بدوس كده بيبقى اورنج يبقى انت بتسمع اللي كانوا هم عاملينه. طبعا في حاجات مش مظبوطه كتير، الحاجات اللي مش مظبوطه ليها علاقه بالميكس ملهاش علاقه بالليفلز، ان احنا بقى لسه عايزين نستخدم EQ، نستخدم كومبريشن، ونستخدم ديلي، ونستخدم ديسر وهكذا. فهناخد راوند في الاغنيه من الاول وهنقفل الفيديو بتاعنا على كده ان انا اشغل وهنعمل بيني وما بينهم بين A وB. هبدا عندي بلو وهقعد اقلب ما بيني وما بينهم. سلام. وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري فرأيت بنت الجيران على السطوح تجري ضميتها ضمت العاشق على صدري قالت لعيبي يا فتى لا ينظروك أني أوه يا للي يا للي يا للي يا أبو العيون السود يا خلي أوه يا للي يا للي خلي